مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا في سلسلة حلقات بلاك ميرور. بلاك ميرور اللي عملته نتفليكس، إذا ما حضرتوا الحلقات الماضية احضروها، والحلقات القادمة اعملوا سبسكرايب للقناة وادعموني، وإن شاء الله راح تجدوا كل جديد. الحلقة هاي هي الحلقة الرابعة من السيزن الثالث، اسمها سان جونيبيرو. هي منطقة في جنوب أمريكا، بتحكي قصة هاي الفتاة. بتتعرف على فتاة ثانية من في مقهى أو في ديسكو، وبتصير بينهم علاقة، حتى علاقة حميمة بين البنتين. بتكون هاي السيدة أو البنت بدها تتزوج، بتتعرف على هاي البنت، فبتصير بينهم زي ما حكينا علاقة. المهم وبصيروا بتصير تفكر فيها كتير. للأسف طبعا هاي البنت بتاخدها عندها على البيت. بعد فترة بتختفي البنت الثانية وما بتعرف وين راحت. بتصير تدور عليها البنت البيضاء ذات البشرة البيضاء. هون هم بيحكوا عن علاقتهم، بتقول لها أنا بدي أتجوز. القصة بتصير هون، يعني هون القصة هذيك مقدمة لهاي القصة. بكبروا بالسن، هذيك بتتزوج من زوجها، وبعد فترة من العمر، يعني تشوف قديش صار عمرهم، بتكون هاي في حالة غيبوبة تامة ورح تموت. فبتكون كاتبة وصية انه الشخص الوحيد اللي بيستطيع انه يسوي لي الموت الرحيم، انه يشيل الأجهزة هاي، اللي هي صديقتها القديمة اللي تعرفت عليها في المنطقة في الديسكو هداك وصار بينهم العلاقة. لكن السيدة هاي تطلب جهاز، هذا الجهاز بيقدر يعمل لهم كونكشن عشان تحكي معها وتشوف هل هي فعلا بدها تموت ولا بدها تضل. فالقصة هون زي ما انتم شايفين، بحطوا الآن الجهاز للسيدتين. هون بحكي لها انه هي هاي الجهاز، هذا جهاز بسيط هيك بنحط عند الأذن، عند الصدغ، وبنحط عند اثنين وبعمل لهم كونكشن. فبصير عندهم ذكريات وبرجعوا بالوقت لكنهم عايشين حقيقة. يعني زي ما انتم شايفين، عملت كبسة الكبسة، الآن الاثنين صار عندهم سينكرومايزيشن أو تواصل، والآن زي ما شايفين إنه رجعتها بالذاكرة لأيام ما كانوا في الجزيرة أو على الشاطئ، ورجعوا وعاشوا ليلة كاملة مع بعض وكملوا حياتهم مع بعض، وحتى إنهم قرروا إنهم يتزوجوا وهم لابسين لبس العرس أو لباس العرس. المهم بصير حادث كبير، و هون بتكون هي بتصير ايموشنز، يعني بشعروا بالاكنه عن جد عم بصير هذا الحكي. وفي النهايه بتخلص القصه انه هاي السيده بتكون يعني خلص، انه الحياه انتهت. زي ما انتم شايفين لابس لبس عرس، وبتكون طلبت منها انه تنهي حياتها وتموت الموت الرحيم. فعلا بشيلوا عنها الأجهزة وبتنتهي القصة. القصة هون بتخلينا نفكر في قصة هذا الجهاز اللي حطوه. هل فعلا ممكن تصير في أجهزة زي هيك تعمل سينكرومايزيشن بينك وبين شخص عشتوا سابقا مع بعض، ترجعوا الذاكرة تعيشوها كنكم عايشينها مع بعض مرة ثانية ولا لا؟ هون السؤال اللي يعني بتطرحه هاي الحلقة، سؤال كتير صعب نجاوبه، لكن سؤال مهم جدا. هل فعلا هذه التكنولوجيا متاحة؟ أنا أتوقع أنه راح تكون برضو قريبا. إذا حابين تعرفوا أكثر عن بلاك ميرور، احضروا الحلقات الماضية والحلقات القادمة، وعملوا سبسكرايب للقناة، وإن شاء الله راح تجدوا كل مفيد. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.